شكرا لكم، شكرا للمركز الكاسوليتي لتعريف الاصيل اللي انا اعتز بجائزته، وهذه هي الجائزه الثانيه التي اتشرف بالحصول عليها من هذا المركز الذي يدعم السينما النظيفه ويستمر طوال حوالي 70 عام في دعم هذا النشاط الانساني الفني الثقافي المهم جدا لحياتنا ولتطورنا ولتقدمنا. بس بالمناسبه دي احب اصحح معلومه دايما بيغلطوا فيها، لانهم بيرجعوا لجوجل وجوجل كاتب تاريخ بلادي غلط ومكبر من حوالي 4 سنين، ودي فرصه ان انا اصحح فيها المعلومه دي، لان انا الحقيقه انا ونادي يعني فشلنا ان احنا نصححها عن طريق الجوجل يعني. المهم انا سعيد جدا جدا وسعيد بتواجدي معاكم، واسمحوا لي ان انا يعني لو يعني سأمكن ان انا اهدي هذه الجائزه للاستاذ اخويا الكبير رشوان توفيق، وايضا اهديها لاخويا الكبير الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره، او يعني ان انا امسي عليهم من على هذه المنصه.